ساق حديدية أو يد خشبية معكوفة، هكذا صورت السينما الأطراف الصناعية البدائية، لكن التاريخ حمل في جعبته الكثير حول نشأة هذه البدائل الوظيفية، بدءاً من الحضارة المصرية حتى عصرنا هذا الذي شهد صناعة الروبوتات. فكيف حدث ذلك؟ يعود أقدم دليل على استخدام طرف صناعي لنحو 3000 عام، وكان لإصبع صنع من الخشب والجلد عثر عليه كجزء من مومياء مصرية. كذلك استخدم الرومان المحاربون الخشب والحديد لتصميم أرجل وأذرع صناعية، وعرفت لديهم أقدم الأطراف الصناعية التي سميت ساق البامبو. في العصور المظلمة اعتمد الفرسان المدرعون على الأطراف الصناعية الحديدية التي صنعت من ذات المعدن الذي تصنع منه دروعهم، واستخدمت آنذاك لغرض إخفاء الطرف المفقود. في تلك الفترة كان من أشهر ما ينسب إلى القراصنة الذين يمارسون الملاحة البحرية المشابك ذات النوى الخشبية والأيادي المعدنية التي ظهرت على شكل خطافات. كان طباخ السفينة آنذاك هو من يجري عمليات البتر، وإن كان ذلك بمعدلات نجاح ضعيفة. في القرن 15 الميلادي أصبح الجراح الفرنسي والحلاق العسكري أمبرواز باري أباً لبتر الأطراف والأطراف الصناعية الحديثة، حيث ربطها بأحزمة وأدوات تحكم لقفل الركبة. كان باري أيضاً أول من أدخل يداً صناعية مفصلية وساقاً بمفصل ركبة مقفل، وهي التقنيات التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم. كذلك قدم زميله صانع الأقفال المسمى لورين أيضاً مساهمة مهمة في مجال الأطراف الصناعية باستخدام الجلد والورق والغراء بدلاً من الحديد الثقيل. خلال القرنين 17 و18 شهدت صناعة الأطراف الصناعية تحسينات متواصلة، من أبرزها الطرف الصناعي الذي طوره الجراح الهولندي بيتر فيردوين بمفاصل متخصصة وأساور جلدية لتحسين الارتباط بالجسم. كما نجح الإنجليزي جيمس بوتس في ابتكار طرف صناعي فوق الركبة في عام 1800 مصنوع من الخشب وقدم مرنة متصلة بمفصل ركبة فولاذي من خلال أوتار. هاجر هذا التصميم إلى الولايات المتحدة في عام 1839 واستخدم بشكل رئيسي للتعامل مع المصابين خلال الحرب الأهلية الأمريكية. ففي أربعينيات القرن 19 ومع ظهور التخدير الغازي تمكن الأطباء من إجراء جراحات بتر أطول وأكثر دقة، ما سمح لهم بالعمل على جذع الطرف بطريقة أكثر مرونة. شهد القرن 19 أيضاً تطور تقنية المفاصل وطرق الربط القائمة على الشفط، كان من أهمها تطوير ذراع صناعية يمكن التحكم فيها عن طريق الكتف المعاكس باستخدام أحزمة ربط تشبه إلى حد ما طريقة التحكم في الفرامل على الدراجة. في عام 1945 تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للعلوم التي وجهت أعمالها للاستجابة لتدفق مبتوري الأطراف المخضرمين في الحرب العالمية الثانية ولغرض دفع التقدم العلمي في تطوير الأطراف الصناعية. في السبعينيات من القرن الماضي طور المخترع الأمريكي إيسيدرو إم مارتينيز الذي عانى من بتر أحد أطرافه طرفاً صناعياً سفلياً يركز على تحسين الحركة وتقليل الاحتكاك، حيث خفف الضغط وجعل المشي أكثر راحة، مما أدى إلى تحسين حياة العديد من المرضى. خلال السنوات الأخيرة بدأت الأجهزة التعويضية تعتمد أكثر على الحوسبة، حيث ساعدت التطورات في أساليب تصميم الحاسوب والتقنيات الجراحية ودخول عصر الروبوتات في تحسين الأطراف الصناعية وظيفياً وجمالياً. مع تطورات تقنية التصميم للأطراف الصناعية يعد المستقبل بمزيد من الإبداعات التي قد تجعل حياة الكثيرين أكثر يسراً.